شهد أكثر من 5000 شخص أمام مبنى وزارة الداخلية في قلب العاصمة. الاتحاد العام التونسي للشغل في العهد القديم وقت اللي كنا نقراو يا شاكر يا خويا ما كانش موجود. عملاء ما هم في حال عملاء تمن عليهم. وأن الاتحاد ممكن تطويقه وأن الاتحاد ممكن معناها تحديد المربع اللي لازم يعمل فيه. قل لهم هاي هاد بإخلاء كل منظمة من منظمات المجتمع المدني من الميليشيات. تم الأمور بأسمها ميليشيات. شكري يخبط ديريكت مشيت شفت الكهرباء شوف حليت طليت الإضراب العام هذا عمل سياسي. والكلمة الآن لرئيس الحكومة السيد مهدي جمال. الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف بقات معلقة بعد فشل جلسة التفاوض. مسؤولية كاملة لاتحاد الصناعة والتجارة والغرف التابعة ليه. التصعيد ما قلقناش يمكن يخدمنا في وضع كما هذا. لما الإنسان يحتج ويعبر ويطلب حقه روحي، إذا لم يفعل ذلك فهو في عداد الأموات.